كاع على مستوى المنافسات الافريقيه دوري ابطال افريقيا. وصول الفريقين الى دور المجموعات، فريق الوداد للمره الثامنه يصل لدور المجموعات. حسين عبد المتعب امامنا، طموح كبير لملا تحقيق لقب الدوري ومنافسات كاس العرش ولقب دوري ابطال افريقيا. نفس الشيء بالنسبه للمدير الكبير الحسين عبد المتعب اللي كنقول بانه خد دوري ودوري ابطال 2017 امام الاهلي المسلسل. وهذه المحاوله محمد اولاجب دخول داخل منطقه الجزاء، تدخل الحكم كان قرب العمليه، كانت مطالبه بخطا بضربه جزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. اصبح الان مرتد هجومي كيقودوا وليد الصبار، وليد الصبار مشى الكره كينتظر احد اللاعبين تمريره وثنائيه، ولكن التمريره في اتجاه اللاعب عبد الرؤوف بالغيت كان سوء تفاهم في الوقت. الحكم كان خطا لفائده فريق الوداد. نتابعوا انطلاقه ديال محمد اولاجب، دخول داخل المعترك كان تدخل من طرف المدافع وتجربه رفقه فريق الرجاء. سنتابع ضربه الجزاء، هل تمنح هنا اولى اهداف هذا المباراه ام ان الزيت عنده كلمه اخرى؟ يحيى جبران، تدخل انس الزيتي الذي يبعد الكرة، وتدخل أمام يحيى جبران. هذا هو اللي قلت بأن لاعبين عندهم خبرة وتجربة، يحيى جبران هو تدخل الحارس أنس الزليجي. لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال جماهير فريق الرجاء بهذا التدخل في الوقت اللي جماهير الوداد كتحاول أنه ترفع من معنوية ديال عابدها يحيى جبران، لأن تضيع ضربة تاخد بالكرة تمريرة ممتازة لمحمد أولاجم، فرصة لفائدة فريق الوداد. محمد أولاجم تسديده، الحكم المساعد رافع الراية في الوقت اللي الكرة تعانق الشباك. ليتلقى بطاقة حمراء أمام اتحاد طنجة. كل غيابات بصوف فريق الوداد في الوقت اللي يمكن نقول بأنه الرأي وحمزة مجاهد كتدخل في اختيارات الوداد بهذا التقدم في الوقت. جماهير فريق الرجاء تنتظر من فريق العودة في نتيجة هذه المواجهة في بداية هذا الشوط التالي، بداية قوية للمباراة. والكرة اللي في عدة فريق الرجاء، وليد الصبار من المنتظر بأنه الرجاء يحاول أنه يضغط بقوة على الحكم كيعلن على الخطأ. كان تدخل ديال مروان هدودي، هناك بطاقة، هذه البطاقة الثانية في صوف فريق الرجاء. تدخل أمام سينغالي صامبو جونيور، تابعوا الاصطدام اللي كان مع صامبو جونيور، الحكم كيعلن على الخطأ. إذا الخطأ لفائدة فريق الوداد، كرة ثابتة حتى الآن لم يتم استغلالها، ولو أن ما تبعناش الكرة الثابتة كثيرة اللي بإمكانها تشكل خطورة وتحمل خطورة على مرمى الفريقين. إذا الخطأ لفائدة فريق الوداد في الوقت اللي سفير بن جديده يستعد للدخول تقريبا 11 دقيقه دون احتساب الوقت بدل الدقيقه بالنسبه لسفير بن جديده. هل هو كافي لمهاجم على اي وصل بانه كنعرفوا الامكانيات ديال هذا اللاعب سفير بن جديده اللي قلت بان هناك مطالب انه ياخذ مساحه اكبر مع فريق الرجاء. يحيى بن يحيى عطيطله رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه والتالي للوداد، الثاني لفريق الوداد بواسطة صامبو جونيور الذي يتمكن من وضع الكرة في الشباك في الوقت اللي تحدثت على استغلال الكرات الثابتة. في الوقت اللي هناك تغيير في صوف فريق الرجاء، خروج عكسي لبيي ودخول سفيان بن جديدة في الوقت لشباك فريق الرجاء. تتلقى هدف ثاني طرف اللاعب السنغالي صامبو جونيور للأولى بداية الشوط الأول للوداد، ضيعها يحيى جبران. الآن محمد الناهيري أمام فرصة لتدويب الفريق وكذلك فرصة لدخول تاريخ الديربي، لأنه سجل بقميص الوداد في مرمى الرجاء وسيسعى إلى تسجيل هدف بقميص فريق الرجاء في صوف فريق الوداد. إذا ضربة جزاء للرجاء، محمد الناهيري يضع الكرة وجه لوجه مع الحارس احمد رضا التقنوتي. تبع التعلق ديال انس زليتي، الان احمد رضا التقنوتي امام محمد الناهيري ف
في انتظار الصافرة ديال الحكم سمير القزاز. محمد النهيري يستعد لتنفيذ. الحكم كيطلب اللاعبين انه يكونوا خارج مستطيل العمليات سواء لاعبي فريق الوداد او لاعبي فريق الرجاء. محمد النهيري الصافرة ديال الحكم النهيري كيساعد كيسدد الهدف. إذا الهدف الأول لفائدة فريق